بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 32 بعد 100. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. يرد الشيخ رحمه الله على رواية أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أحيي له وأسلم ثم مات، فيقول: ثم هذا خلاف الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع. قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فبين الله تعالى أنه لا توبة لمن مات كافرا. قال تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فأخبر سبحانه أن سنته في عباده أنه لا ينفع الإيمان بعد رؤية البأس، فكيف بعد الموت؟ وفي صحيح مسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ قال: إن أباك في النار. فلما أدبر دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. وفي صحيح مسلم أيضا أنه قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. وفي الحديث الذي في المسند وغيره قال: إن أمي مع أمك في النار. فإن قيل هذا في عام الفتح، والإحياء كان بعد ذلك في حجة الوداع، ولهذا ذكر ذلك من ذكره، وبهذا اعتذر صاحب التذكرة. وهذا باطل لوجوه: الأول أن الخبر عما كان ويكون لا يدخله نسخ، كقوله في أبي لهب: سيصلى نارا ذات لهب، وكقوله في الوليد: سأرهقه صعودا، وكذلك في إن أبي وأباك في النار وإن أمي وأمك في النار. وهذا ليس خبرا عن نار يخرج منها صاحبها كأهل الكبائر، لأنه لو كان كذلك لجاز الاستغفار لهما، ولو كان قد سبق في علم الله إيمانهما لم ينهى عن ذلك، فإن الأعمال بالخواتيم، ومن مات مؤمنا فإن الله يغفر له، فلا يكون الاستغفار له ممتنعا. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه لأنها كانت بطريقه بالحجون عند مكة عام الفتح، وأما أبوه فلم يكن هناك ولم يزره، إذ كان مدفونا بالشام في غير طريقه، فكيف يقال إنه أحيي له؟ الثالث أنهما لو كانا مؤمنين إيمانا ينفع كان أحق بالشهرة والذكر من عميه حمزة والعباس، وهذا أبعد مما يقول الجهال من الرافضة ونحوهم من أن أبا طالب آمن، ويحتجون بما في السيرة من الحديث الضعيف وفيه أنه تكلم بكلام خفي وقت الموت. ولو أن العباس ذكر أنه آمن لما كان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: عمك الشيخ الضال كان ينفعك، فهل نفعته بشيء؟ فقال: وجدته في غمرة من نار فشفعت فيه حتى صار في ضحضاح من نار، في رجليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذا يعني أنه تكلم بكلام خفي وقت الموت، وهذا يعني قولهم أنه تكلم بكلام خفي وقت الموت باطل مخالف لما في الصحيح وغيره، فإنه كان آخر شيء قاله هو على ملة عبد المطلب، وأن العباس لم يشهد موته، مع أن ذلك لو صح
لكان أبو طالب أحق بالشهرة من حمزة والعباس، فلما كان من العلم المتواتر المستفيض بين الأمة خلفا عن سلف أنه لم يذكر أبو طالب ولا أبواه في جملة من يذكر من أهله المؤمنين كحمزة والعباس وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، كان هذا من أبين الأدلة على أن ذلك كذب. الرابع أن الله تعالى قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، إلى قوله لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فأمر بالتعسي بإبراهيم والذين معه إلا في وعد إبراهيم لأبيه بالاستغفار، وأخبر أنه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، والله أعلم. وسئل رحمه الله عن الخضر وإلياس هل هما معمران، فأجاب: إنهما ليسا من الأحياء ولا معمران. وقد سأل إبراهيم الحربي أحمد بن حنبل عن تعمير الخضر وإلياس وأنهما باقيان يريان ويروى عنهما، فقال الإمام أحمد: من أحال على غائب لم يوصف منه، وما ألقى هذا إلا شيطان. وسئل البخاري عن الخضر وإلياس هل هما في الأحياء، فقال: كيف يكون هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو على وجه الأرض أحد. وقال أبو الفرج ابن الجوزي: قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وليس هما في الأحياء، والله أعلم. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وأقول بهذا الجواب الواضح يبطل ما نسب إلى الشيخ في هذه المسألة مما يخالفها من أنه يرى أن الخضر حي الآن كما في الرسالة المنسوبة إليه والتي جعلها ابن قاسم سامحه الله ضمن المجموع، فإما أن يكون هذا الذي في هذه الرسالة ليس من كلام الشيخ فجعلها في المجموع خطأ، أو يكون قد تراجع عنها وتبين له أن الخضر ميت فكتب ما كتب مما نقلناه عنه. وعلى كل حال فالحق ما قامت عليه الأدلة، قد قامت الأدلة على موت الخضر كغيره من البشر، قد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. والقول باستمرار حياة الخضر لم يخالف هذه الآية، ولم يقم عليه هو والقول باستمرار حياة الخضر يخالف هذه الآية ولم يقم عليه دليل صحيح، فالواجب الأخذ بما دل عليه الدليل الصحيح من موت الخضر كغيره من البشر حتى لا يتعلق بذلك المخرفون والهارفون بما لا يعرفون من أجل إفساد عقائد الناس وتركهم الأدلة الصحيحة إلى شبهات ما أنزل الله بها من سلطان، ولكن صاحب الهوى يتعلق بما هو أوهى من نسج العنكبوت إذا وافق هواه، ويترك الأدلة الصحيحة إذا خالفت هواه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والحمد لله رب العالمين. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.